بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت وكالات الأنباء الموريتانية والجزائرية أن حادثا يعني حادث سير تعرض له موكب الرئيس الموريتاني بعد تدشين معبر إلى آخره. ونقلا لما كتبه الدكتور سليمي على صفحته في إكس، أقرأ: حادث خطير تعرض له موكب الرئيس الموريتاني والغزواني أثناء عودته من تدشين معبر تندوف. الحادث أدى إلى مقتل الحارس الشخصي للرئيس الموريتاني وإصابة حارس ثاني من حرس الرئيس. المعلومات الأولية تشير إلى محاولة اغتيال مدبرة من طرف النظام العسكري الجزائري وابن الرئيس الموريتاني السابق. انتهى كلام منار سليمي. لكن لم يفسروا لنا كيف يمكن أن يقع حادث سير بين سيارات موكب الرئيس إذا عرف الكل أن سيارات الموكب تسير واحدة خلف الأخرى وبسرعة مقبولة. ولم يفسر لنا أحد أيضا هل الحادث وقع بين سيارات الموكب فعلا أو مع سيارات أخرى خارج الموكب. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على حاجة في نفس يعقوب، والتي تطرقت لها بعض المنابر وحللها بعض المحللين على أنها عملية محاولة اغتيال الرئيس والغزواني ليس إلا، لأنه ما زال حائرا بين الميول إلى المغرب أم الجزائر ليمضي ضده ثنائي الاغتيالات إنذارا مباشرا لتهديده، لأن العصابة لا ترحم ولن ترحمه إذا حاول مرة أخرى التقرب من المغرب. وبهذا الفعل المشين أكدت العصابة ما قالته أمريكا، إنجلترا وإسبانيا عندما حذروا رعاياهم من الذهاب إلى الجزائر. ماذا وقع لك يا رئيس موريتانيا؟ ألم تعرف أن طريق تلك الكائنات مملوء بالشر والنحس؟ وها هم قد حاولوا قتلك وتيتيم أبنائك. لحسن حظك أن الرصاصة استدارت 180 درجة لكي تصيب حارسك الشخصي مع الأسف قبل أن تصيب الأخريات، يعني الرصاصات الأخريات، عجلات السيارات، لكي يوهموك أن الأمر يتعلق بحادث سير. اللهم ارحم الموتى لأنهم محسوبين شهداء. وهذه هي فعيلة عصابات. ومع الأسف يا رئيس، وكالات أنباؤك ووكالات أنباء الجزائر لم يعيرا أي اهتمام لهذا الحادث مع الأسف الشديد.